مدير الدقيقة الواحدة بقلم كيم بلانشارد وسبنسر جونسون. كان هناك شاب ذكي يبحث عن مدراء استثنائيون يستطيعون القيادة والإدارة في عالمنا المتغير لكي يتعلم منهم. قام ذلك الشاب بزيارة العديد من الشركات في أقطار مختلفة من العالم ليعرف الأساليب المختلفة للإدارة ويجد الطريقة الأمثل التي يجب أن يتبعها. فوجد في بعض الشركات مدراء يتخذون سياسة استبدادية قاسية مع الموظفين فتفوز مؤسساتهم بينما يخسر الموظفون العاملون هناك. وفي المقابل وجد أن بعض المدراء يتخذ سياسة ديمقراطية لطيفة مع الموظفين فتخسر مؤسساتهم ويفوز الموظفون. لذلك كان لزاما تحقيق التوازن بين مصلحة الشركة والموظفين حتى يصبح المدير مديرا متميزا. وفي يوم من الأيام سمع هذا الشاب بشركة تدار بطريقة غير اعتيادية وبمدير استثنائي يحبه ويحترمه كل الموظفين وتحقق شركته نجاحات مذهلة. قام الشاب بزيارة هذا المدير ليسأله عن الطريقة التي يدير فيها هذه الشركة، فأجابه بأنه يستخدم طريقة مدير الدقيقة الواحدة التي تقوم على أسس تطبيق 3 أسرار للحصول على نتائج رائعة في فترة زمنية قليلة للغاية. ثم طلب المدير من هذا الشاب الذهاب إلى 3 موظفين في الشركة ليشرحوا له هذه الأسرار. الفكرة: لا يعتبر استخدام القسوة أو اللطف الطريقة الأمثل لإدارة الموظفين. في صباح اليوم الثاني ذهب هذا الشاب إلى أول الموظفين 3 الذي استقبله بحرارة وأخبره بأن أول سر من أسرار مدير الدقيقة الواحدة هو تحديد أهداف الدقيقة الواحدة، حيث يجلس المدير مع الموظف ويخططون أهدافهم معا بإيجاز ووضوح بحيث يمكن كتابة كل هدف في صفحة واحدة تقرأ في دقيقة. يقوم المدير بمتابعة هذه الأهداف بشكل دوري بحيث لا يتطلب منه مراجعتها إلا 2 دقائق. كما يشجع المدير الموظف على التوقف للنظر لما يفعل ويتأكد أن سلوكه يتوافق مع الأهداف المحددة، فإن كان هناك تباين فيقوم المدير بتشجيع الموظف بإعادة التفكير بما يفعل ليدرك أهدافه بصورة أوضح. الفكرة: أهداف الدقيقة الواحدة توفر الوقت والجهد وتجعل الموظف يركز على أهم أعماله. بعد أن تعلم الشاب السر الأول توجه لمقابلة الموظف التالي. جلس الشاب معه وبدأ الموظف بإخباره بأن السر الثاني لمدير الدقيقة الواحدة هو إشادة الدقيقة الواحدة، حيث يقوم المدير بضبط الموظف وهو يفعل شيئا صائبا ويقوم بالإشادة عليه في أسرع وقت ممكن، فيعرف الموظف فورا أن ما فعله كان عملا صحيحا. ثم يخبر المدير الموظف برضاه وسعادته بهذا الفعل وفائدة هذا الفعل للشركة، وبعدها يقوم بتشجيعه على فعل المزيد من هذه الأفعال ويخبره بأنه يثق به ويدعم نجاحه. الفكرة: ساعد الناس على تحقيق إمكاناتهم الكاملة واضبطهم وهم يفعلون شيئا صائبا. أخيرا قام الشاب بزيارة الموظف الثالث لكي يتعلم منه آخر أسرار مدير الدقيقة الواحدة. رحب الموظف بالشاب وجلس معه ليخبره بأن السر الأخير هو إعادة توجيه الدقيقة الواحدة، فإذا قام الموظف بفعل عمل خاطئ توجب على مديره إعادة توجيهه بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم بالتأكيد على الحقائق ويستعرض الخطأ بشكل دقيق ومحدد، ثم يعبر عن شعوره حيال هذا الخطأ ويوضح أثره على نتائج الشركة. وبعد ذلك يصمت المدير لثواني معدودة حتى يسمح للموظف بأن يشعر بالقلق عما فعل، وبعدها يقوم بتذكيره بأنه أفضل من ذلك وأنه يحسن الظن فيه ويثق به. الفكرة: إننا لسنا مجرد سلوك، إننا الشخص الذي يدير السلوك. نشكركم على حسن المتابعة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آراءكم واقتراحاتكم والاشتراك في القناة.